بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في أن مواريث الأنبياء وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله كعصا موسى وخاتم سليمان وكان لرسول الله صلى الله عليه واله أيضا مجموعة من الأمور جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة لولايته التكوينية هذه اورثها الى الائمه عليهم الصلاه والسلام مضافا الى ايراثه مواريث الانبياء اياهم. وايضا سلاح رسول الله صلى الله عليه واله كسيفه ولامة حربه ورايته بل رايتيه هذه كلها أورثها أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى الأئمة، وكلها الآن مجموعة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك مواريث الأنبياء من العلوم كالتوراه والانجيل والزبور وما الى ذلك هذا كما ذكرنا فيما مضى تشريف للائمه عليهم الصلاه والسلام وايضا وسيله لتصرفهم التكويني لان الله سبحانه وتعالى كما جعل في الامور الطبيعيه اسباب ومسببات كذلك احيانا جعل اسباب ومسببات في الامور الغيبيه مع كامل قدرته في ان يخلق النتائج من دون اسباب لكن حكمته اقتضت ان يجعل لكل شيء سببا في هذه الحلقة نتطرق إلى أحاديث أخر ذكرها الكوليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب أصول الكافي في باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ومتاعه من جملة الأحاديث أنه اشتهر عند الشيعة ان هناك صحيفة عند الائمه عليهم الصلاة والسلام وان هذه الصحيفة اودعت عند ام سلمة حينما خرج الامام الحسين عليه الصلاة والسلام الى العراق فجاءوا الى الائمه يسالون عن هذه الصحيفة وعن قصة إيداعها إلى أم سلمة رضوان الله تعالى عليها ومآل هذه الصحيفة من بعد ذلك فجاءوا إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إلى الإمام الصادق وهنا حديثان أحدهما سؤال عن الإمام الباقر والآخر سؤال عن الإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام الجواب كان بالتعميم، أولا بيان هذه الصحيفة، ثم بيان أنه لم يكن الإيداع عند أم سلمة للصحيفة فحسب، وإنما المواريث الأخرى أيضا أودعت عندها، أما الصحيفة فلم يبين لنا معناها في هذين الحديثين. فلعل المراد بها كتاب علي عليه الصلاه والسلام او المراد بها مصحف فاطمه سلام الله عليها او المراد بها صحيفه اخرى نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله فاما كتاب علي فقد كان رسول الله صلى الله عليه واله يبين الاحكام ويعلم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الاحكام وكان امير المؤمنين يكتب ذلك فجميع الاحكام التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه واله بينها لامير المؤمنين وامير المؤمنين دونها في هذه الصحيفه وفي بعض الروايات ان طولها سبعين ذراعا يعني صحيفه طويله ملفوفه وهي عند الائمه عليهم الصلاه والسلام هذا كتاب علي الذي يتضمن الاحكام الشرعيه وعندنا روايات متعدده حينما يسالون الائمه عليهم الصلاه والسلام حينما كانوا يسألونهم عن بعض الاحكام كانوا يبينون ان هكذا في كتاب علي نظرت في كتاب علي فإذا هو هكذا واما مصحف فاطمه المصحف هو الكتاب لانه الصحائف والصحف مجموعه في مكان واحد ويقال للقران مصحف من هذا الباب كما يقال للقران كتاب اذا نحن قلنا ان فلان له كتاب لا نقصد به القران الكريم لان الكتاب لفظ عام احد مصادقه القران ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكذلك المصحف المصحف معناه الكتاب يعني المكان الذي اجتمعت فيه الصحف الأوراق المختلفة أحد مصاديق المصحف القرآن الكريم كما أن أحد مصاديق الكتاب القرآن الكريم ما هو مصحف فاطمة؟ أيضا دلت الروايات أن فاطمة سلام الله عليها كانت محدثة كما أن الملائكة كانت تكلم مريم عليها الصلاة والسلام وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين" إلى آخر الآيات التي بينت تكلم الملائكة مع مريم، فمريم عليها السلام كانت محدثة. هذا في الأمم السابقة، وفي هذه الأمة كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها محدثة. بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله دخلها حزن شديد فالله سبحانه وتعالى انزل ملكا يحدث فاطمه ليس تحديثا بالاحكام الشرعيه وانما تحديث بالوقائع الذي ستقع في المستقبل وكان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يكتب ذلك ما يقوله الملك فهذا جمع في كتاب صفحات وسمي مصحف فاطمه، جميع القضايا التي ستقع هذه حدثتها حدثها بها الملك، وأيضا هناك صحيفه ثالثه هذه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الصحيفة خلاصتها بيان التكليف الشرعي لكل إمام من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فرسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وجابر ابن عبد الله الانصاري راى هذه الصحيفه عند فاطمه الزهراء سلام الله عليها فامير المؤمنين فتح ختم هذه الصحيفه المرتبط به وقرا وعمل بذلك يعني ما سار به امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام من بعد رسول الله الى حين استشهاده كان حسب التكليف الالهي الذي انزله الله سبحانه وتعالى في هذه الصحيفه على رسوله محمد صلى الله عليه واله فدفعها الى امير المؤمنين. ثم امير المؤمنين لما حضرته الوفاه دفعها الى الامام الحسن فاغلق الختم ففتح الختم الذي كان يتعلق بالامام الحسن عليه الصلاه والسلام وعمل بما فيه. وحينما حضرته الوفاة دفعها إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فعمل بها. ثم لما خرج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى العراق استأمنها واستودعها عند أم سلمة. فلما رجع الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام فتح الختم الذي يرتبط بتكليفه. وعمل به وهكذا الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا اللوح الاخضر فيمكن المراد بالصحيفه في هذين الحديثين كتاب فاطمه كتاب علي عليه الصلاه والسلام او مصحف فاطمه او هذا اللوح الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه واله فتوارثه على الائمه زين يسالون الامام الصادق والامام الباقر عليهم الصلاه والسلام عن الصحيفه، هسه سؤال عن كل هذه الصحف؟ عن بعضها او كان عندهم علم بوجود صحيفه ما لا يعلمون تفصيلها؟ الجواب يجي جواب عام. ان مواريث الانبياء التي اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه واله، هذه انتقلت الى امير المؤمنين باضافه مواريث رسول الله صلى الله عليه واله. طبعا هذه المواريث مواريث الرسول سنبين ان رسول الله صلى الله عليه واله وهبها لامير المؤمنين قبل وفاته. لماذا؟ لأن الأنبياء يورثون كسائر الناس كما دل عليه القرآن الكريم واستدلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في المسجد بهذه الآيات الشريفة على أنها ترث رسول الله صلى الله عليه وآله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا هذا دعاء زكريا فوهب الله سبحانه وتعالى له يحيى، في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وورث سليمان داوود، زين من وارث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاطمة. هذه الأمور التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، ما أراد الرسول أن تصل إلا إلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. لانه اضافة إلى فاطمة التي هي وارثة رسول الله، كان لرسول الله زوجات وثمن التركة تكون لهن، وهذا الثمن يقسم على تسعة زوجات كن في حبالة رسول الله صلى الله عليه واله حينما حضرته الوفاة، فما أراد رسول الله صلى الله عليه واله أن هذه تنتقل إلى ورثته بالنسب وتخصيص هذا الحكم حكم الإرث ما كان إلى داعي الله سبحانه وتعالى يخصص هذا الحكم بالنسبة إلى هذه الأمور التي سنذكرها فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى وهب هذه الأمور إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام زين ومن بعده إلى الإمام الحسن ومن بعده إلى الإمام الحسين فلما خرج الإمام الحسين إلى كربلاء كان خطر في أن هذه المواريث تقع بيد الأعداء. والله سبحانه وتعالى ما كان يريد أن تقع هذه المواريث بيد أحد سوى الأئمة. زين هنا طريقان. الطريق الأول الطريق الغيبي، يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه المواريث بطريقة غيبية. الطريق الثاني حفظ هذه المواريث بطريقة طبيعية، طبعاً بالنسبة لله سبحانه وتعالى ماكو فرق سبب طبيعي أو سبب غيبي، لأن الأسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها، ولا فرق بين سبب وسبب. لكن الفرق بالنسبه الينا هناك سبب عام للجميع هذا يصير سبب طبيعي كخلق الابناء عن طريق زواج الابوين هذا سبب طبيعي الله سبحانه وتعالى جعله افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون السبب الغيبي كولاده عيسى من غير اب زين الله سبحانه وتعالى اذا كان يعمم هذا السبب يعني شنو يعني اذا النساء كنا يلدن من غير ازواج زين كان يصير سبب طبيعي لكن لان الله خصصه بعيسى صار سبب غيبي بالنسبه لله لا فرق بين سبب غيبي او سبب طبيعي لكن بالنسبه لنا يختلف زين سنه الله سبحانه وتعالى هو أنه إذا أمكن شيء عن طريق السبب الطبيعي الله ما يخصص السببية الطبيعية ما يتدخل غيبيا لإجراء شيء يمكن إجراؤه بسبب طبيعي إلا في حالات المعاجز ليش؟ لأن الله حكيم هاي الأسباب الطبيعية من جعلها؟ الله جعلها زين الحكيم اذا جعل شيئا وامكن بالنسبه الى ذلك الشيء ان يكون عن طريق الذي جعله الحكيم فيجي يخصص الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق اي انسان يريد من غير اب لكن لم يخصص الا في مورد واحد اللي هو مورد عيسى لاعجاز في الامر لحكمة في ذلك يعني حتى التخصيص يكون بإعجاز الله هو الرزاق زين الله سبحانه وتعالى هو الرزاق يتمكن أن يمطر على الناس ذهبا واحد يرفع يديه بالدعاء يقول يا رب أرزقني الله سبحانه وتعالى يمطر عليه ليرات ذهبية الله قادر لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرزق الناس عن طريق الأسباب الطبيعية، إذهب، واعمل، ازرع، تاجر، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لك لكي ترزق، والله هو الرزاق سواء سبب طبيعي أو سبب غيبي، في السبب الغيبي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان هذا قالت هو من عند الله الله سبحانه وتعالى هنا رزق مريم بسبب غيبي لان مصلحه كانت موجوده الحاله الاستثنائيه الاعجازيه لاجل قضيه عيسى عليه السلام لكن في غير ذلك اذا الاسباب الطبيعيه لم تكن قاصره، الله سبحانه وتعالى يجري الامور عن طريق تلك الاسباب الطبيعيه، زين، هذه المواريث، مواريث الانبياء ومواريث الرسول صلى الله عليه واله هي موجوده عند الامام الحسين. الله قادر ان يحفظها بسبب غيبي، يعني في يوم عاشوراء بعد استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام حينما هجموا على المخيم، ونهبوا ما فيه. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخفي هذه المواريث عنهم او يرسل ملكا يرفعها الى السماء، يرفعها الى السماء. هذا كان ممكنا لكن ما كان داعي لهذه المعجزه. مع امكان حفظ هذه المواريث عن طريق طبيعي. لذلك الامام الحسين عليه الصلاه والسلام أودع هذه المواريث عند أم سلمة. استودعها هذه المواريث فبقيت عندها. فلما نُهب رحل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، نُهب جميع ما فيه. لكن هذه المواريث كانت موجودة عند أم سلمة. زين لماذا لم يضعها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في بيته مثلا؟ لأن هناك قضية أخرى حدثت هذه قليلا ما تنقل لكن ذكرها المؤرخون وهو أنه بعد أن وصل نبأ استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمر والي المدينة بتهديم بيوت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبني هاشم فهدمت بيوتهم زين في هذا التهديم لا أدري لأنه التاريخ لم يدون ذلك هل نهب ما فيه كما هو المتعارف أو في التهديم عندما تهدم البيوت الأمتعة الموجودة فيها إذا سقطت عليه الجدران والسقوف هذه الأمتعة تصاب بالعطب أو تتلف لذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يجعلها في بيته أو في بيوت بني هاشم وإنما أودعها أم سلمة رضوان الله تعالى عليه وأم سلمة هي خير أزواج الرسول صلى الله عليه وآله بعد خديجة لأن أفضل زوجات الرسول صلى الله عليه وآله خديجة ثم أم سلمة رضوان الله تعالى عليها فلما رجع الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام من السبي في الشام إلى المدينة جاء إلى أم سلمة و استرد تلك المواريث هنا الحديث حمران بن أعين أخو زرارة يسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال سألته عما يتحدث الناس أنه دفعت إلى أم سلمة صحيفة مختومة لعل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ختم تلك الصحيفة حتى تبقى كما هي، ولو أم سلمة رضوان الله تعالى عليها امرأة ثقة لا يشق لها غبار، لكن هذه أمور عادة يراعيها الناس في الأمور المهمة، أنت أحيانا تودع صديقك الثقة أمانة تختم هذه الامانه، تغلقها باحكام. او لعله تلك الصحيفه التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وفيها ختوم كل امام كان يكسر الختم في القسم الذي يتعلق به. فقال الامام الباقر ان رسول الله صلى الله عليه واله لما قبض ورث علي عليه السلام علمه وسلاحه وما هناك. هذا الإرث ليس المراد الإرث النسبي أو السببي وإنما يراد به الإرث المعنوي يعني رسول الله صلى الله عليه واله قبل وفاته نقله إلى أمير المؤمنين هذا مجازا يسمى إرث وإلا الإرث بمعناه بمعناه الحقيقي أن تنتقل أموال الميت الى ورثته سببا او نسبا وكذلك حقوق الميت اما العلم هذا لا يورث ارثا بالمعنى الحقيقي وانما انتقال سمي ارثا بالمعنى المجازي لانه في نهايه حياته كانت وبقيت من بعده عند امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. اما العلم فقد قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب، يعني مليون باب من العلم. لان الحديث احاديث مختلفه متواتره من جملتها ان رسول الله صلى الله عليه واله سار امير المؤمنين. لتكلم معه بالسر وهو في مرض الموت فسئل أمير المؤمنين بعد ذلك ماذا قال لك؟ قال علمني ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب ورث علمه وسلاحه وما هناك وما هناك يعني أمور أخرى سنبينها في حلقة قادمة لكن وهبها لأمير المؤمنين قبل وفاته لكي لا تنتقل إلى ورثته بالنسب يعني فاطمة عليه السلام أو بالسبب يعني زوجاته ثم صار إلى الحسن من بعد أمير المؤمنين ثم صار إلى الحسين عليه السلام فلما خشينا أن نغشى لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة إلى مكة ثم إلى الكوفة كان احتمال أنه يقتل احتمال عقلائه سقط النظر عن العلم الذي أخبره به رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر الرسول جبرائيل يعني أخبر جبرائيل الرسول عن الله سبحانه وتعالى بأن الحسين يقتل في كربلاء تفاصيل مذكورة في مجموعة من الروايات قطع النظر عن, عن ذلك الظواهر أيضا ما كانت مشجعه لذلك مجموعه من الاصحاب وغيرهم جاءوا وذكروا للامام الحسين عليه الصلاه والسلام ان في خروجه الخطر ابن عباس محمد بن الحنفيه الفرزدق الشاعر الذي قال للحسين قلوبهم معك وسيوفهم عليك لكن الامام لكن الامام الحسين عليه الصلاه والسلام خرج لمصلحه الدين مع علمه بانه يقتل وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي وشيعه ابي اريد ان امر بالمعروف وان انهى عن المنكر، في حديث اخر قال شاء الله ان يراني قتيلا فقيل له فما حملك هؤلاء النسوه؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا فلما خشينا أن نغشى إذا في كربلاء نهب رحله وإذا في المدينة تهديم داره استودعها أم سلمة عليها السلام ثم قبضها بعد ذلك علي بن الحسين عليه السلام قال يعني حمران يسأل فقلت نعم ثم صار الى ابيك ثم انتهى اليك وصار بعد ذلك اليك قال نعم لانه من امام الى امام اخر الحديث الاخر عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام ايضا بنفس المعنى السائل في هذا الحديث عمر ابن ابان عمر بن أبان في الحديث السابق كان حمران عن الإمام الباقر في هذا الحديث عمر بن أبان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نفس المعنى ونفس الألفاظ تقريبًا لأنه ذكرنا أحيانًا قضية تنتشر تكون عند الناس مبهمة فيأتون ويسألون فلما يتكرر السؤال يتكرر الجواب، قد يكون الجواب مكرراً، احنا أحياناً يصير مسألة شرعية الناس يحتاجون إليها، يأتي شخص ويسأل نجيبه بجواب، ثم يأتي شخص ثاني ويسأل نجيبه بنفس الجواب، قد تكون قد يكون الجواب بنفس الألفاظ، وقد يكون بألفاظ متقاربة، فهذا ينقل الجواب وذاك ينقل الجواب. هكذا في هذه القضية وهناك حديث اخر واحاديث اخرى نتركها الى حلقات قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين